نشر الفنان حسن الرداد مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل عزمي وأشجان عبر حسابه على موقع تبادل الصور إنستغرام، وعلق عليه وقال: الآن من تصوير المسلسل عزمي وأشجان من تأليف ورشة كتابة ومن إخراج إسلام خيري ومن إنتاج أحمد السبكي، وبيشارك في بطولة العمل رجاء الجداوي، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك أورا، وبيومي فؤاد. أستاذ إسلام خيري المخرج العظيم، أنت العظيم، عايز تقول أي حاجة تانية فيها أي إطراء بالنسبة لي؟ سعيد إن أنا شغال مع حسن الرداد، هو حسن الرداد واحد بس، مفيش غير واحد في السويد بس.